بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم 21/9/2020 سلمت المنطقة الغربية عدد 3 طن من لحوم صحيح الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والشكر موصول لمعالي الأستاذ دكتور وزير الأوقاف واللجنة القائمة على هذا العمل الجليل. بفضل الله تبارك وتعالى وصلت اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 الدفعة 12 من لحوم الأضاحي لهذا العام من وزارة الأوقاف، وقدرها 3 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة الأطالية حتى الآن 37 طن من لحوم الأضاحي التابع لمشروع صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف. نتقدم بخالص الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا النشاط الاجتماعي الملحوظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بفضل الله وحمده وصلت سيارة لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحيرة اليوم الاثنين الموافق 21/9 محملة ب3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين من أهالي البحيرة. وبهذه المناسبة نناشد جميع المواطنين بإذن الله في العام المقبل إن شاء الله أن يشاركوا في هذا الموضوع. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة الاثنين 21/9 وصلتنا الدفعة رقم 11 من الوزارة، ومقدارها النهاردة 3 طن، يبقى وصلنا كده لحد الآن 42 طن، وعلى بركة الله نبدأ التوزيع. اليوم 21 سبتمبر 2020 تم وصول عربة لحوم الأضاحي لمديرية أوقاف كفر الشيخ، وذلك لتسليم الدفعة 7 من لحوم الأضاحي، ويصل جملة ما تم وصوله لمديرية أوقاف كفر الشيخ 22 طن، وذلك لتوزيعها على مناطق الأكثر احتياجا. كل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي سن هذه السنة الطيبة. كل عام أنتم جميعا بخير.